انت هو المسؤول. اسمعني نكمل وريبوندي باش نربطوها في بعضها باش نديرو تقرير ادبي موحد نديروها في شفافيه نورمال. لي زاكسيونير ضعاف بزاف بارابور للنادي الهاوي بارابور للتمويل تاع الولايه تاع البلديه تاع مديريه الشباب والرياضه اللي حنا رانا تابعين لكم. بارابور لهذو لي زاكسيونير المساهمين والله اللي راهم يسلفوا في الدراهم للشركه ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم ضعاف بزاف بارابور للنادي الهاوي. دونك النادي الهاوي مسؤول على التقرير الادبي والاخلاقي وكل ما يحدث في الفريق الاول اللي رانا نديرو كلش باش نزولو اللاعبين باش نأطرو ونكونوهم ونكريو لهم وحده المبيت وكذا ونديرو كيما نقولو حنا ونبدلو الاعضاء اللي تحوسو تبدلوهم والقروض وكذا والوعود تاع الولايه وتاع المجلس البلدي ومدير الشباب والرياضه كلها للتكوين باش نوضو بالفريق الاول. الثمره تاعنا راهي تم. كاين امور شكليه قانونيه بطبيعه الحال الجزائر كلها فيها نادي النوادي الهواه هما اللي يسلفوا اغلبيه ماجوريتير وكذا وكذا. بصح سي كمال في حقيقه الامر توي لو بروميي ريسبونسابل اي توي لو ريبريزونطون دو لا ماجوريتي دي زاكسيون. عندك سلطه القرار انت حامل صوت الشعب اللي تابع البلديه صوت الشعب اللي تابع للولايه وصوت الشعب اللي تابع للمديريه الشباب والرياضه وحنا ثاني هازين الامانه برك هازين الامانه ونتبعوا في لي زونسيان تاوعنا يقيدونا شويه دراجي يقيدينا سي الحاج ماتع يقيدينا رزوق رحماني يقيدينا ملك زرقان يقيدينا عجاز هذو كل هم يوصلوا لنا روحوا ها واش ديروا ها واش ديروا ماشي باش تهضرنا على النادي الهاوي وحده ونهضروا على شركه يهضروا عليها 10 من الناس ولا 38 عضو مساهم اذا مانيش غلط مساهمين سي دي زاكسيونير في شركه 38 مساهم يحضروا منهم 12 هما اللي يقروا المصير تاعنا يقرروا المصير تاع ممتلكات الدولة وممتلكات الشعب. اسمح لي اني راح نوصل لك للنقطة. كمل. اني راح نوصل للنقطة. من فضلك سي كمال. تفضل. أعطينا المجال. من فضلك. أعطينا المجال. نطرقوا للتقرير الأدبي للفريق الأول. اللي راهي تحدث فيه امور لا تشرف الفريق بتاتا ولا تشرف المدينه لا اخلاقيا ولا تقنيا. اعطينا نقطة من هذا نقطة واش كاين؟ فاش؟ الشيء اللي راه تقول الشيء اللي راه صاير روح للديريكت قلب الحبة. اسمح لي حاب نجاوبو خليني نجاوبو. دقيقة برك راهم رايحين نخرج من موضوع لا أنا في موضوع واحد خويا اسمع لي لا رايحين شوف 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 سي ممثل الشباب والرياضة إذا رايحين تسمعونا لا رايحين تسمعونا ونتناقشوا داكور ولا كان راح تحب تعقب فيا واش تحب تعقب أنا خو أنا دوك أنا دوك هاي نروح وما تسمعنيش على روحك ما تسمعش الشعب على روحك وما تسمعش الدولة على روحك. لا كنت ما سمعتش لا روح تفضل. تفضل خويا. واش رايحين نحاولوا ناكلوا اليوم تقرير. تقرير أدبي ومالي. والمالي. هذا النقاط التقرير الأدبي والمالي هو. أنا نهضر على تقرير أدبي. قلت لك أعطيني المجال ندرس تقرير الأدبي تاع النادي الأول تاع الفريق الأول قال لي أعطيني نقطة. نعطيك نقطة منها سي ماتام. الملاسنات اللي صرات. اسمح لي خليني نجاوبو حاب يسمعني. خليني نجاوبو عايش. خليني نصدقوا الفرق على التقرير الادبي والمالي. نصدقوا بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله نصدقوا. بصح نصدقوا نتفاهموا بعضنا ما نهزوش يدينا برك. نعودوا نخرجوا برا يعودوا يقولوا لنا كنت تهزوا برك في يديكم. ماكمش ما فيكمش الامانه وتولي تسمع ما لا يرضيك. سي دبي النهضه.
يعني والله ما دار لها ماجوريتي هنا الرئيس لاطي 98% في لي زاكسيون في الشركه الشيء اللي راهو صار كارثه ما نكذبوش على بعضنا حبه للمال اكثر من حب الفريق. انا شوف شوف دمبري خلينا نهضرنا. عمر صار في نادي يوفنتوس. اسمع سي دمبري الله يسلمك. هذه نقطة غير أخلاقية. اسمع. اسمع شوف. كيما ما سمعتش بها سي مونتيان. الجزائر تبغيها يا سيدي ما في كفاية. خلينا نهضروا أنا مادام هنا راهو الرئيس هنا ماجوريتير 98% السيدي راهو صاري في الشركة سي كاتاستروف. أنا كنت عضو سابق في الإدارة. كنت عضو سابق والله ما على بالي كيفاش نعيد تحبوا تفهموا ما حبيناش نظرا للاستقرار تاع المدينه واستقرار تاع الوفاق ما حبينا نديروا حتى حاجه مي حنا بور لانتيري دو كلوب انا نطلب انا عندي شجاعه هادو الناس فشلوا يقدر هو يحلهم ونقدروا نروحوا بعيد نقدروا نروحوا بعيد كون نخليوها كاتاستروف نقعدوا نستناو حنا انا جو سي بيرسون اداره فاشله حبه من حبه وكريهه من كريهه دار روحو للاسلوب باسكو كثر خير السلطات كثر خير حنا ما كناش ذكيو حنا صوار ديال البلديه وصوار ديال الولايه صوار ديال الشعب لازم فيني تكون في ايدي امنه سبحان الله العلي العظيم حنا كنا نقدروا نعاونوا زعكونا كنا قادرين نعاونوا زعكونا روجيست كوميرسي 80 ارتيكل نقدروا نجيبوا مستثمرين يدخلوا السوارد يدخلوا السوارد كبار مي ما خلاوناش اراء سبحان الله العلي العظيم حنا نحبوا الفريق ونحبوا الجماعه وخاوتنا ولي خلق خلق عدنا نعايروا الناس عدوا الناس نربيو الاولاد واش تربي لكم مع كل احتراماتنا جو سي بيرسون مي هادو ولادنا لازم نحافظوا على الفرقه هذه هادو ولاد ماشي مون سونفون لي جوا الاكل سي جحنيت خونا والرئيس خونا وهذا خونا مي نحترموا بعضنا نحترموا بعضنا وقش نشروه بيناتنا دوك رانا في جمعيه عامه نهضروا واش نحبوا علاش نقعدوا 12 ساعه الليل الله يستر وربي الله يستركم الله يستركم امين شوف اليوم ماناش جايين نقول لك بلي راك غلط احنا قلنا لك بلي عندك راه بشرك هذا في التكتيك لا لا شوف اليوم جايين نلقاو الحلول خليني نهضر دوكا ولو تفضل كاينين كيف فيريسيون فو بانيي داكور شوف كاين حمزه حاجه حاجه نتوما على بالكم كيما راكم اكل كاينين ما كاينش ما غلطش كاينين دي لاكين كاينين غلطنا غلطات كبار تعبان تقول لي النادي الهاوي دوكا انا القانون تاع البروفيسيوناليزم مش النادي الهاوي اللي دارو سي الدوله البروفيسيوناليزم النادي الهاوي ان اوكان دروا بيصير حمزه سليم هذه باش تكون على بالكم بها ما تفهمين في هذه حمزه داكور صح اخويا خسر يعني كما قلت انا خليتك هضرت ما هضر سكت يا اخي جاوبني لوجيك يا شيخ نجاوبك بون انا البروفيسيوناليزم الناس كل على بالهم النادي الهاوي ما عنده حتى قانون باه يسير النادي لا 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 شركه بالعقل حمزه خليني بالعقل انا خليتك تهضر خليني نهضر كمل نادي الهاوي ما يسيرش كما قلت الفريق الاول بنقول لك الشركه داكور انا كي تقول ماجوريتير كي نقول انا ما نقولش انا يا لطيف من كلمه انا نتوما اللي وزات ماجوريتير متفاهمين في هذه انت قانون تاع الشركات اللي خلقته الدوله تاع البروفيسيوناليزم لو ماجوريتير يديزيني بعد لو ماجوريتير في الكونسيل دادمينستراسيون الى اون سول فوا داكور جافيك ما في هذه داكور سيرتيفي واش هو الذنب نتاعو تاع النادي الهاوي تهضر لي على الدراهم داكور داكور في القانون يقول لك النادي الهاوي يدير السلفيه للشركه وهذا اسكو تشوف لي دروا اسكو تشوف لي دروا تحس بلي ديزينيتو انت شكون هاني جاك في الحديث في تريبون ريبون في لي هادي وكمل جي دروا دو ريغار داكور جي دروا دو ريغار جي دروا نبعث مام اللوسي تعطيني الحسابات وكاينين ما تفهمين انا جو تو تو ريبوندر داكور دوكا في النادي الهاوي كي تعود في مجلس الاداره النادي الهاوي عنده اون سول فوا انت كلامك بالقانون داكور في مع لي زاكسيونير
اللي كنت تقول نتايا فاشلين لي زاكسيونير ولا ضعاف بالضعاف. شوف حنا كي جينا نتا والجماعه هادو لي زاكسيونير اي زيكسيست دوبوي 2010 مش انا اللي درت. انا جيت لقيتهم، انت جيت لقيتهم، والناس هادو اكل اكسيونير من حقه وما تقدر تنحيه لا انا لا انت لا حتى واحد يقدر ينحيه القانون. خلينا هذيك انا ما ندخلش في صراع حمزه. لا انا صراع، انا ما ندخلش في صراع. علاش نحسبوا صراع؟ خليني نكمل لك، خليني نهضر. انا ما جيت بربي الله. لاكسيونير رئيسه رئيس لاكسيونير يقدر ينحيه القانون في حاله، في حاله اذا كانت الشركه مفلسه القانون ينحيه. شركه تخضع القانون مش لان بها قانون تجاري. تجاري صح. دوكا دخلنا في ان ديبا يخرجنا كما قلت انت من لوردر دو جور كومبليتمون. انا حبيت ريبوندي لك حاجه. انت كي تقول لي النادي الهاوي ومن حقك تهدر ان طونك مومبر دير السلفيه للشركه. غدوه تجي ان سوسيتي ايطاتيك النادي الهاوي مازال توجور لليوم يساف الشركه. ودراهم هادو نتاع الدوله والامانه اللي راهي في رقبتنا اكل محفوظه من ناحيه الشكل محفوظه. لا 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 من ناحيه القرض مش الشكل. تقرض والخساره من ناحيه لا النادي النادي الهاوي مش خاسر. اسمعني سي كمال، خساره تاع التعاملات ها خساره تاع التعاملات في الشركه اللي تزاد 2% على من؟ النادي الهاوي واللي النادي انت اضرب على النادي الهاوي. النادي الهاوي مش خاسر. احنا قرضنا لهم متفاهمين؟ شو كيف القرض؟ القرض النادي الهاوي غدوه تجيك شركه وطنيه مش خاسر النادي الهاوي. غادي لك شركه ما جامي مش خاسر. اسمعني كمال معلش. تفضل تفضل. السلام عليك. شوف الشركه النادي الهاوي عنده رئيس والمالك الاغلبيه اللي اسم الشركه مسمينها. اعضاء الجمعيه العامه ايزون لو دروا دو روغار على واش راهم داخلين في الشركه. خلينا من الدراهم بارك الله فيك. انا مش داخل، انا جو سوي ماجوريتير اون طونك اكسيونير 98%. فوالا جيل دروا دو روغار. كاين حاجه اخرى واش نقدر نديرها. سي فري النادي الهاوي عنده اون فوا في الكونسي دادمينستراسيون كون يتفاهموا عليه ما يقدر يدير والو، يقدر يدير حاجه اخرى. الي ماجوريتير راسومبلي جينيرال تاع الشركه يقدر يبروفوكي لاسومبلي جينيرال ويحلهم. اسمع نكمل لك برك. حنا الناس الناس هذو بارك الله فيهم مدوا من وقتهم من دراهمهم من يعني ابور مورال فيرونسي كل شيء بارك الله فيهم. قدوه ما يقدرش كان السلام عليكم انا ما قدرتش. شوفوا واحد اخر يجي اما براس نعرف كي تيك دي شوز هكذا. هذه الاولى. كان حاجه كي هضرت على الاتفاقيه تاع السلفيه واش تقول لي الاتفاقيه تمد للشركه ما اسكو يحدد لك المبلغ ولا نو؟ ها؟ اسكو يحدد لك المبلغ ولا نو؟ ما يحددش المبلغ. ما المبلغ. انا نجيك لهنا. هذا هو لو بوان اسونسيال تاع نادي الهوي. انا عطاوني سوارد وقبل ما عطاوني سوارد درت ان بروغرام للبلديه على اساس رايحه واش عندي روشة عندي روشة عندي. عندي كونفونسيون نز اون بارتي نديها للشركه اللي راني اكسيونير فيها اون اوتر بارتي نستثمرها في الطاقات الشبابيه اللي فيها نقدر نشري كار نقدر نشري لي زيكيبون لي موايان كل شيء. هذا هو التسيير يعني انا يعني من جهه تاعي الراي تاعي ويقدر واحد يختلف معايا فيه. اشاك فوا ملي نجيب لي سونفونسيون نز اون بارتي نمشي بها الامور تاع لي جون لي كاتيغوري كامل باسكو هذيك هي لا ريسورس هذيك هي لا ماتيير غريز اللي راهي جايه وهذيك هي اللي تقدر من بكري كانت لونطونت كانوا ولادها يجيو من لي جون كانوا يجيو عندهم لونطونت ولا عندهم لي اس ام اس ولا عندهم الصاج كانوا هذيك تاع تجيب ان اوتر جوار اكسترا من 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 البلاد تاعك غير هنا وين دار البروفيسيونيز ولاو يجيبو. مي كي نفستي انا في لا ماتيير غريز لا كيستيون بلي الجمعيه العامه عندها لو دروا دو روغار ولو دروا دو روغار نتا هو رئيس نادي الهاوي اللي بصفتك كي تشوف حاجه ماهيش مليحه تخبط الطابله تكري الجمعيه العامه ونحل الكونسي دادمينستراسيون ونجيب ان اوتر كونسي مي كاين لو بوان اللي قلت عليه انت لي مونك دو كونسي دادمينستراسيون يقول لك ابري 3 موا ما عندوش لي زاكسيون يخرج. دونك نقعدوا في لو ميم بوان تسمى دايما لي ميم بيرسون اللي عندهم لي زاكسيون هما اللي يقعدوا. لا دينيير فوا لي نوفو مومبر لي جاو كاين دي جون لي عندهم دي زاكسيون دارو لهم اون سيساسيون اون سيساسيون بلا ما تعلم انت بيناتهم تبيعو شراو في لي زاكسيون ستادير ابري. مي الاول كي بريباري لو تيران
عطيني ليكزاكسيون باه نقعد في الكونسي دادميستراسيون. كل ما يعطينيش ليكزاكسيون ما نقعدش في الكونسي دادميستراسيون. صح نو يا قبل تاع ابري نو ماشي اون ستادير شوف اون افال ما اسمع لي كماله كي يدير هو ليدي في راسو كي يدير ليدي في راسو ما يجيش يقول لك حتى لي كونكريتيزي باش تعلم ما تقدرش تعلم ستادير في النيه تاعو اون افونس تقدر تعلم في النيه تاعي ما تقدرش مي نقول لك حاجه انت غدوه تحب تبدا كونسي دادميستراسيون تجي اسمع يا كمال اسمع تقول لي انت تفهمني ما نعرفش ماشي ما تقدرش تعلم قبل مسبقا ماشي يا بريم اسمع اسمع لا استنى نكمل الكلام هذا هو الفون فهمت فهمت يا اسمع توتي لي اون بو با سي بار توتي لي استنى نكمل الكلام تقعد تجيب حبيت تبدا كونسي دادميستراسيون كمال باش تجيب دي جون على لاوتور اللي يقدروا يجيبوا لو بلوس كو هذا كمل لي دي بروبوزي نتا باش تدخل الكونسيل وي ما حبيتش علاه لا ما نقدرش نجيب الاضافه اها سي با سا سي با سا لا لا تخافوا انتم على كيفكم لا 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 تخافوا على كيفكم خليني نكمل انا نقولها لك خليني نكمل لا لا الناس اللي راهي تخرج من الجامعه ما تشوفهاش انت 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 اسئله لا انا نفك نولي نهضر انا ترلونداج ما نخليكش تكمل لا هذو انت ايش دي بروبوزي باش تدخل الكونسيل انت تفضل انتم تفرجوا من بعيد والناس كي تثبت الصوارد من جيبها صوارد ولادها نو انت الاول شتي بروبوزي با تدخل وتعاون الفاقسين ونهار خرجت بريزيدون لا 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 حمزه دوكا جفي بارلي جفي بارلي دان نوتر لونغاج حمزه انا حليت يدي للناس الكل ومرحبا والبيبان محلولين ما كانش واحد جاب لنا قرعنا D'accord. Là, là, donc on veut le là, il faut pas regarder les personnes. وما تصدقوش ندخل في الديما كي خرجوا لي ديما ندخل في المنافسه ما عندنا في المسابقه خدينا هذه ابار وكاين الصندوق راح يسموا فيه لي هابي فوتي نعم لي هابي فوتي لا نتفاهموا باش الناس ما عليش كمل يا صندوق ومن بعد كاين متفرقات نريحوا نحكي متفرقات اللي يحب يبعد لهنا يبعد اللي يحب يروح يروح اللي يحب اما ماشي العظام قبل حبيت نقول الرئيس كماله او عندكم الحق في كل الامور حبيت نقول التوجيه تاع نصير عسيله كي يقول لك ما ماكش على بالك بالامور اللي راهي تصرا ما بين الشاري والبايع لان الاكسيون اللي راهم يتشراو يتباعوا انت ما تكونش حاضر انا اكسيونير نبيع مهدوي ما عندوش الحق الرئيس تاع الهوي ما يكون حاضر لانها تكون ما بين تكون عندك انا انفورماسيون حتى حبيت نعقب على هذه برك انا صار الدين عسيري حبي يفهمك باللي يعني على بالكش بالامر هذا يحوس يقول لك يعني انا ومهدوي انا نبيع المهدوي وندخلوا اكسينور الشركه هو رئيس الشركه والاعضاء تاعها هما اللي يكونوا ولكن اسمح لي سي ابراهيم اسمح لي سي ابراهيم لي زاكسيون في شركه انا ما نشاطركش الراي باش تشري لي زاكسيون في شركه مش واحد يبيع لك لازم تعقب على الكونسي تاع الشركه ويقبلوا لك عندهم حق الشفاعه سي ابراهيم عندهم شكون يدير الشفاعه لازم لو كونسي لازم مجلس الاداره مجلس اعضاء شركه سي لي زاكسيونير اللي يقبلوا لي زاكسيونير جدد ولا ما يقبلوهمش راهم دايرين بي بي تقول لك راهم دايرين بي بي راهم يخدموا باطار قانون سي كمال سي كمال سي كمال سي كمال سي كمال مربوطه في بعضها عمي هي مربوطه اي مربوطه في بعضها ربطه كبيره شوف سي كمال بارك الله فيك سي كمال اسمع سي كمال نهضر معاك كمال شوف شكون يهضر عسيله واش راهو يهضر فارس واش راهم يهضروا الناس على الشركه باسكو راهم حاسين صح بالالم وحاسين بالمشكل باللي راهو تم تعاود تهيكل الشركه أم يقويو فيه أعضاء الجمعية العامة مسير أم يقويو فيه كي راهو ينتقد فيك عسيلة وينتقد فيك أنا وهذا 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 سان فو با دير نكرهوك نو فهمت سان فو دير إي فو كو تو بران لي شوز أون مان داكور هذاك هو الصح التقرير المالي والأدبي تاع النادي الهاوي نورمال لازم شوف سي حمزة أنا القضية قضية مش قضية جمعية عامة القضية قضية صورة قضية أمر تاع الفريق
وكيدير واللي ما يعجبش بالصوارد ما يرهنهاش. شوف حنا ما يرهنهاش ما يسكرش ما يجيش مجلس اداره مسكر فاهم. حنا سكرهاش ب 12 و 38 عام. حنا ماهيش دي بونظام فاهم. راهي كاينه المؤسسات اللي هنا الله يبارك لي راه تشتغل في سطيف في ولايه سطيف حتى هما ولا اي انسان ما عاودش يفاق سطيف بكل صراحه. انا كنت نلقى طريق معبد قانونيا. اسمع اسمع طريق طريق او شركه اسمع سكسيكا براين حاجه سكسيكا براين حاجه اسكي شركه بلاك ايجلز اوفر لو دروا باش دير بري بونكير من عند البنكر. جي جاوبني عليها صراحه. والله ما تقدر والله ما تقدر باسكو تو ديفيسيتير سي محمد. ما تقدرش يا سي ابراهيم. والله غير ديفيسيتير. والله ما تقدر. ما تقدرش ما لا دوك حنا كاين واحد يهضر لا لوجيك دوك ما قعدوش نغطيو نغطيو. ماناش نغطيو حمزه كمل نغطيو. النقطه اللي راهو يهضر فيها هذاك وهذا الصوار الصوار تاع الفريق النادي الهاوي دير عليهم جمعيه عامه باش الخطره الاخرى السلفيه ما تكونش ديريكت. لازم نعرفوا واش نسلفوا ما تهز ما تدلهم.